السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بفيديو جديد وعن تجربة جميلة جدا مريت بيها، وكان لازم ان انا اعرف كل اخواني واخواتي علشان ادلهم على الخير، ادلوا على الخير كمثل فاعله. في تجربتي العملية في فتح حساب بنكي علشان اربطه بالقناة، فان شاء الله اول نقطة ياريت حضرتك او حضرتك تكملوا معايا الفيديو للاخر علشان في تفاصيل ومعلومات مهمة جدا لكل أصحاب القنوات، علشان ما تتسرعوش يا جماعة وتضروا نفسكم وتعملوا حاجات غلط فتؤدي إلى ضر حسابك على جوجل أدسنس. كمل معايا الفيديو علشان تستفيد بالمعلومات المهمة جدا اللي هنسمعها دلوقتي مع بعضنا. بعض الناس يا جماعة بتسأل وبتقول لو أنا عندي حساب على جوجل أدسنس وعايز أستلم أرباحي، أفتح حساب بالدولار أفضل ولا بالمصري أفضل؟ الجواب مش لازم تفتح حساب بالدولار علشان خاطر تقدر تستلم أرباحك، مش لازم، وهنعرف مع بعضنا خطوة خطوة بالتفصيل إن شاء الله. طيب حد تاني ممكن يقولي طب إيه هو أفضل حساب أفتحه علشان أستلم أرباحي من جوجل أدسنس؟ أقول لحضرتك أفضل حساب تفتحه هو الحساب التوفيري من بنك مصر، بشرط تعرف الموظف بتاع خدمة العملاء تقول له أنا عايز أفتح حساب توفيري، بشرط يكون بيستقبل عملات أجنبية من الخارج، تمام؟ علشان بعض الموظفين بيكونوا مش عارفين، وحصلت معايا الموظفة أول ما دخلت تقول لي لا مش هينفع. طبعا حبيت عشان انا رايح وعارف المعلومه متاكد منها كويس جدا، حبيت اسال حد اعلى منها موظف تاني. بالفعل سالته قال لي لا ينفع، تمام، وينفع تعرف تفتح الحساب. طيب ليه هو افضل حساب التوفيري؟ علشان اول شيء، اول سبب، مش بيطلب منك اي اوراق ولا اي مستندات ولا بيقول لك عايز ضمانات ولا اي شيء خالص غير حاجه واحده بس، هيعوز منك بطاقتك الشخصية فقط لا غير، زائد حد أدنى 1500 جنيه مصري. عايز تدفع أكتر وانت كده كده هيبقى في حسابك انت حر، ولكن أقل شيء بتفتح به الحساب 1500 جنيه مصري أول عن آخر، تمام؟ طيب بيكون محتاج مني إيه المبلغ ل 1500 جنيه زائد البطاقة الشخصية فقط لا غير، لكن تعرف الموظف وتقول له أنا عايز أستقبل عملات أجنبية من الخارج على الحساب ده، علشان يفعل لك خيار معين أو ميزة معين أو أوبشن معين على الحساب ده علشان تقدر تستقبل عليه العملات الأجنبية. وبعد ما بتعمل الحساب بتاعك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة بكتير بيكون نشط وكده تقدر تربطه بالقناة بتاعتك. طب بعض الناس ممكن يسألني ويقول لي هل طب انا عندي حساب قديم هل ينفع اشتغل عليه اربطه بالقناة؟ والله هترجع لخدمة العملاء وتسألهم الحساب بتاعي الحساب ده قديم بقاله فترة او حساب ما بستخدموش بقاله فترة وانا عايز استخدمه ويجي لي عليه عملات اجنبية من الخارج. طيب بتاع خدمة العملاء هو فقط اللي يقدر يقول لك هل ينفع ولا لا، انا ما اقدرش احكم لك عليه، تمام؟ ولو ما ينفعش هيقول لك روح الفرع، تمام، وفعل الميزة الفلانية وهيقول لك اعمل ايه بالظبط علشان تنشط الحساب القديم اللي عندك لو انت عايز تشغله. طيب ممكن حد يسأل ويقول لي طب انا عندي حساب تاني خالص على بنك غير بنك مصر هل ينفع استخدمه؟ حضرتك هترجع للبنك نفسه وتسأله في خدمة العملاء هل الحساب دون ينفع استقبل عليه عملات اجنبية من الخارج؟
لو قال لك ينفع والحساب تمام شغال من بنك تاني غير بنك مصر ما فيش مشكلة بتشغله وتربطه لو حساب بالمصري تمام بتربطه بالقناة. طيب سؤال بقى، أنا عايز لسه هفتح حساب، أيهما أفضل، الحساب بالدولار أفضل أم الحساب بالمصري أفضل؟ خليك معايا وأنت هتعرف كل حاجة. من المزايا يا جماعة لفتح الحساب بالمصري، أول شيء إنك ما بتروحش البنك، طبعا النهاردة السبت، النهاردة الجمعة، البنك مش شغال، هتعمل إيه؟ هتضطر تستنى اليوم الأحد تمام؟ أو الأيام اللي هي فيها عطلات مش هتقدر تروح للبنك. طيب هتضطر إنك تروح تركب مواصلات وتنتظر في الدور وتاخد دورك علشان خاطر تروح البنك وتسحب من الشباك. أدي واحد. اتنين، لو أنت حابب تسحب بالفيزا ما ينفعش تسحب بالدولار من أي مكان في مصر، من أي ماكينة في مصر بالدولار، لأن مفيش ماكينة في مصر كلها بتسحب بالدولار تمام؟ طبعاً إحنا عمالين نوصف معاكم الفرق بين الحساب بالدولار والحساب بالمصري، بنقول المزايا والعيوب هنا وهنا. طبعاً بنقول لحضرتك العيوب اللي في الحساب البنكي الأول، العيوب إن أنت لازماً تروح البنك، تقف في الشباك، تروح تاخد أجازة من مصالحك هنا وهنا وتروح، شغال في مكان معين هتضطر تاخد أجازة وتروح البنك، هتضطر تقف في الشباك، هتضطر تقف في الدور، هتضطر ان انت تروح ايام العطلات مش هينفع، هتضطر تروح ايام الشغل. كل دي من العيوب اللي هي بتعوقك عن الشغل تمام؟ طيب ايه تاني المزايا بقى اللي موجودة في الحساب بالمصري؟ عد معايا المزايا يا جماعة في فتح الحساب بالمصري. رقم واحد، لما بتيجي تدفع مبلغ فتح الحساب بتدفع مبلغ 1500 جنيه مصري، بعكس ان انت بدل ما تفتح ب 200 دولار ما يعادل 5000 جنيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، المصاريف الاداريه كل 3 شهور بتدفع 55 جنيه فقط لا غير، تقريبا يعني كل 3 شهور. ده رقم اتنين. رقم تلاته، حضرتك قاعد في بيتك معزز مكرم الليل قبل النهار، حبيت تنزل الماكينة جنب البيت عندك، الفيزا في ايديك بالكارت بتاعك، بتنزل الليل قبل النهار في اي وقت بتسحب اللي انت عايزه. ده رقم واحد. رقم اتنين، وانت قبل ما تنزل لو عايز تتابع الحساب بتاعك اونلاين، نزل لك في الحساب كام، خرج كام، صرفت كام، عملت ايه، سويت ايه، بتتابع اونلاين بحيث ان انت نازل بالكارت فيزا كارت بتاعتك ونازل رايح الماكينة عارف ايه اللي في المكنة ايه، وعارف هتسحب ايه وهتعمل ايه من غير لا تروح بنك ولا تعمل اي حاجة. طيب يبقى انت ما روحتش البنك، ما تعبتش نفسك، ما روحتش في حتة، وانت جنب البيت فتحت الحساب بتسحب بالماكينة والكلام ده كله. طيب في ايه كمان مزايا في الحساب، في فتح الحساب المصري؟ طيب نفترض انا معايا ناس شغاله معايا وعايز ابعت لهم فلوس، او انا عايز ابعت لاي حد فلوس، ينفع من خلال الحساب بالمصري بالفيزا بتاعتي ابعت فلوس منها براحتي في اي مكان تمام؟ وكمان ممكن نربط الحساب اللي فتحناه بالمصري باي مدونه او باي موقع او باي شركه براحتنا خالص، علشان الحساب بالمصري يا جماعة مميزاته كتير جدا وخدماته كتير من الحساب اللي بنفتحه بالدولار. خلاصة الكلام يا جماعة، أفضل حساب بنكي تفتحه علشان تربطه بقناتك هو الحساب التوفيري من بنك مصر، ولكن لازم تأكد على الموظف في خدمة العملاء وتعرفه إنك هتستقبل عملات أجنبية من الخارج، وهو الحساب دون ينفع تربطه بأي مدونة، بأي موقع، بأي شركة. الحساب بالمصري يا جماعة سهل التعامل معاه في الإرسال وفي الإيداع وفي كل شيء. لكن في نقطة مهمة يا جماعة، اللي هي إن حضرتك فتحت الحساب بالمصري، أي نعم هتستقبل على الحساب بتاعك في بنك مصر، هتستقبل عملات أجنبية من الخارج من حساب جوجل أدسنس، ولكن طالما فتحته بالمصري هتستقبل بالمصري تمام؟
ربما حد يقول لي طب انا لو كنت فتحت بالدولار كنت هستلم دولار في ايديا وكنت هفكه، كان هيفرق معايا في اكتر في السعر. بالعكس، انت بتشتري نفسك وبتشتري راحتك وانت قاعد في بيتك، ما بتركبش مواصلات، ما بتاخدش اجازه من شغلك، ما بتروحش تقف في الشباك تقعدش في الانتظار، الكلام ده كله بتشتري نفسك بفروقات بسيطه، كلام فاضي ولا ليها اي قيمه. لما كنت هتفتح حساب بالدولار كنت هتاخد الدولارات، كنت هتفكها من البنك او بره بسعر اليوم. طيب لو كنت فتحت بالمصري برضو كنت هيجيلك الدولارات على حسابك، كنت هتاخدها بالمصري بسعر اليوم من البنك. تمام. فافضل شيء، افضل شيء انك لما تفتح حساب بالمصري هيكون اسهل عليك كتير جدا، ويكون عارف ان انت هتستلم بالمصري، ما تتفاجئش، هتستلم مصري وهتفتح بالمصري وهتستقبل دولار، معاك فيزا، هتتابع اونلاين من بيتك، الموضوع سهل جدا. عايز تخش حتى خاصية السوبر شات مع اي حد فاتح قناة بالفيزا اللي معاك، تقدر تخش السوبر شات وتبدأ تدعمه براحتك جدا، مفيش اي مشكلة. صوت الصورة، خطوة بخطوة ان شاء الله نوريكم ازاي هنخش على حسابنا على ادسنس علشان نربط الحساب البنكي بالقناة. ولو شفنا معانا قبل كده في فيديو عندي على القناة ان احنا عملنا اختصار لفتح حساب الادسنس على سطح المكتب، ايقونة اهي دي اهي زي ما انتم شايفينها دلوقتي اهي. طيب اول ما ندوس عليها تاسكة واحدة كده هيقوم مدخلني فين؟ على حسابي على جوجل ادسنس زي ما انتم شايفين بتاسكة صغيرة واحدة بس. اول حاجة بنعملها ايه؟ اول خطوة بنعمل العرض باصدار سطح المكتب بالطريقة دي اهو، بيبدأ يظبط لي الصفحة وتفتح معايا بالكافية دي. طيب في فوق خالص في الشريط الفوقاني بيقول تم تعليق دفعاتك حاليا، يجب اتخاذ اجراء من جانبك لتحرير الدفعات. يعني عايز يقول لي ان انت في دفعات عندك معلقة مش هتظهر لك ومش هتبان لك الا لما تحاول ان انت تربط حسابك البنكي بالقناة. طيب لينا ان احنا ممكن نخش عن طريق حاجتين، يا اما هنيجي جنب الشريط في الاخر نقول له الاجراء كده هيقوم يدخلني على الصفحة دي، اول شريط اهو بيقول تم تعليق دفعتك، خلاص ده قريناه. الشريط اللي تحته اللي هو بالاحمر ده يا جماعة هنقراه مع بعضنا، بيقول لتلقي العوائد يرجى اختيار طريقة دفع صالحة. يعني حاول ان انت تختار طريقة اللي هي تبعت الفلوس ليك سواء بالشيكات او بالحساب البنكي، بيقول لك تحديث على اساس ان انت تبدأ تخش عليها اهي. طيب في شريط كمان ده اهو نقرأه مع بعضنا واحدة واحدة، بيقول لك ارباحك تستلم الدفعات شهريا اذا كان مجموعها يساوي 100 دولار. يعني انت ممكن تقعد تحوش في فيديوهاتك او في اللايفات بتاعتك، تحوش سنت في سنت في سنت في دولار لحد ما توصل 100 دولار. لو وصلت 100 اقل حاجة 100، حد ادنى 100، لو وصلت 100 200 300 400 تصرف، لكن لو وصلت 100 الا سنت واحد ما تصرفش، لازم انت تكمل اقل حاجة 100. اه مجموعها يساوي 100 على الاقل، الحد الادنى للعائد. تمام. طيب هنا بيقول لي لقد بلغت 100% من الحد الادنى لدفع الارباح. يعني عايز يقول لي ان انت بعد ما كملت ال10 دولار بتوعك ووصلت البنكود ودخلت البنكود تمام، اصبح ان انت وصلت كمان مش كده وبس، لا كملت ال100 دولار كمان. طيب بعد كده في ايه؟ هنيجي هنا بيقول لي اهو طريقة الحصول على دفعاتك. تمام. اقول له ايه؟ اضافة طريقة
طريق الدفع اهو، اقوم دايس كده. طيب هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي تختار عن طريق الشيكات اضافة تفاصيل جديدة للشيكات، ولا عن طريق اضافة تفاصيل جديدة للتحويل. تحويل هيحول لك الرصيد بتاعك من جوجل، من قناتك، من اليوتيوب، من جوجل ادسنس، هيحولها لك الى حسابك البنكي. انا هقول له حسابي البنكي. طيب بيبدأ بقى بيجي لي رسالة هنا ويبدأ يقول لي الحاجات دي كلها اهو. معرفة المستفيد ده اختياري، يعني عايز تكتب اسمك انت المستفيد اختياري، تكتبه او ما تكتبوش انت حر، حاجة ترجع لك يعني. وهنا اهو بيقول لك الاسم على الحساب المصرفي، يعني اسمك انت في الحساب بتاع البنك اسمك ايه، اسم المصرف اللي هو البنك اللي انت حاطط فيه الفلوس، هتكتب مثلا بنك مصر او بنك الاهلي على حسب البنك اللي انت مستخدمه. طيب رمز السوفت كود، هنا بتدخل السوفت كود ده، وانت طبعا بتجيبه وبتجيب البيانات دي وانت بتفتح الحساب، بتقول له انا عايز السوفت كود تمام، وعايز رقم الحساب بتاعي، وعايز الايبان، والحاجات دي كلها بتاخدها منين؟ من البنك. طيب السوفت كود بندخله تمام، وبندخل رقم الحساب مرة، وبنعمل إعادة إدخال رقم الحساب مرة تانية تمام. وبعد كده هنا بنعلم على المربع ده كده، ده هو ضبط كطريقة دفع أساسية. وبنبدأ بعد ما نملى البيانات نكتب حفظ، نحفظ الحساب البنكي بتاعنا ونربطه بالقناة. طبعا انا مش هملى البيانات دلوقتي قدامكم، انا هملاها وارجع لكم تاني علشان خاطر البيانات دي خاصة بيا، ما ينفعش تظهر لأي حد تمام. ولكن هنا هنوضح حاجة، الحاجة الأولانية ان الاسم هنا معرفة المستفيد ده اختياري، لكن انت تكتبه او ما تكتبوش انت حر، راحتك يعني. الامر الثاني المهم جدا اللي بعض الناس بتحاول تقعد طول اليوم عشان خاطر تربط الحساب البنكي مش عارفة، وتتفرج على فيديو اتنين وتلاتة واربعة على اليوتيوب برضه مش عارفة، لان هو بيسمع بعدم تركيز تمام. كل البيانات المفروض تدخل بالايه؟ بالانجلش مش بالعربي. يعني اسمك فلان الفلاني الفلاني يدخل بالانجليش، اسم المصرف اسم البنك هيكتب بالانجليش، الحاجات دي ما ينفعش تتكتب بالعربي، الحساب مش هيقبل معاك، ومش هت ايه تقدر تربط القناة بالحساب البنكي. طيب هنسيبكم ونرجع لكم تاني نكون ملينا البيانات وظبطنا القناة دي كلها، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. علشان عايز اعرفكم حاجتين مهمين جدا، الحاجه الاولانيه احنا قلنا لما نحب نخش نعمل اضافه حساب بنكي قلنا بنخش من عند الشريط دون تمت عليه دفعاتك يجب اتخاذ اجراء. طيب بندوس على الاجراء كده بيدخلنا فين؟ عند البيانات هنا كده اللي هو هنفتح الحساب البنكي تمام. طيب طريقة تاني، ممكن نشوف طريقة تانية. في طريقة تانية زي ما احنا شايفين في ثلاث شرط اهم، بندوس كده بيظهر لنا القايمة دي، بنختار منها كلمة الدفعات، ادي برضو ممكن نخش عند نفس المكان اهو ونخش كده. طيب طريقة الحصول على دفعات، عايز الدفعات بتاعتي هعمل ايه؟ هقول له اضافة طريقة دفع اهو، بضيف طريق الدفع. هل اختار الشيكات؟ طبعا لا، لان الشيكات احيانا كتير جدا ما بتوصلش. هختار اضافة تفاصيل جديدة للتحويل، تحويل يعني اضافة حساب بنكي بس، هي دي الصفحة اللي احنا كنا شغالين عليها من شوية، ولكن جبنا لها تاني علشان في حاجة مهمة جدا عايزين نبلغها للناس. في يا جماعة ناس كتير جدا بتشتكي وبتقول ان الحساب الرقم الايبان لما بنيجي نكتبه في الحقل بتاعه
وبيتكرر تاني تحت، بيكتب حرف حرفين ثلاثة بيختفي ومش بنشوف الحروف. طب هل الكلام ده صح ولا غلط وعلاجه ايه؟ وده اللي هنشوفه مع بعضنا دلوقتي. طيب اولا ايه هو الايبان؟ كل واحد بيفتح حساب في البنك يا جماعة بيكون هنا في رقم حساب بنتعامل بيه داخل مصر. طيب في حالة تحويل دولارات او عملات للخارج او استقبال عملات اجنبية من خارج مصر بيكون في رقم تاني خالص بيتم التعامل من خلاله اسمه الايبان، وبيكون اوله اي جي وبعد كده الرقم. تمام. طيب عايزين على سبيل المثال نجرب اي رقم، اهو رقم الحساب بصيغة الايبان، هنكتب كده ونشوف هل فعلا هيختفي ولا لا. حط الاي جي وليكن مثلا اي رقم والسلام، اهو 0 5 7 اختفى الرقم. تمام. طيب الحل ايه؟ نشوف تاني، نكتب تاني كده ونجرب ونشوف هيختفي ولا لا. نجيب الحروف بالانجلش اي جي، نجيب الارقام 0 6 8 اختفى الرقم. طيب الحل ايه؟ الحل حضرتك هتعمل حاجة بسيطة جدا، هتروح اي مكان تاني وليكن الفيسبوك، وليكن مثلا الرسائل الواتساب، اي مكان هتكتب الرقم بتاعك وبعدين هتاخده نسخ وتيجي تحطه هنا لصق وخلاص على كده. تمام. هنخرج كده وليكن على سبيل المثال احنا فاتحين صفحة الواتساب. تمام. هنقوم عاملين كده نكتب اي جي ونكتب اي رقم والسلام 0 3 5 2 1 4 5 6 7 اي ارقام والسلام يا جماعة اهو. طيب هناخد ده كده هنعلم عليه ونعمل نسخ ونقوم رايحين كده اهو رقم الحساب بصيغة الايبان، هنقوم عاملين كده لصق اهو. طيب حاجة مهمة كمان، واحد ممكن يقول اخ او اخت يقول لك لا ده في حاجة غلط، انا حطيت الرقم غلط لما جبته نسخته، اصبح في مسافات ما بين الحروف وبعضها، ما بين الارقام وبعضها، هل ده غلط؟ لا مش غلط، ما تقلقش جدا، ما تقلقش خالص اهو. ونقوم عاملينه تحت تاني هنا كده وخلاص على كده، اصبح الرقم اتكتب معايا والمشكلة اتحلت اهو يا جماعة. الناس اللي بتكتب الايبان وبيختفي منها بعد ما بتكتب حرف 2 3 الرقم بيختفي، هنكتبه بره وهنرجع نضيفه هنا، والموضوع بسيط جدا جدا جدا. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. الموضوع مش موضوع ان انا انزل فيديو وخلاص عشان اجيب لايكات واجيب مشاهدات وتعليقات وخلاص يا جماعه، لا الموضوع ان انا لما اشوف اخ ليا او اخت ليا محتاجني اسالني على معلومه وانا عارف المعلومه، قدر المستطاع اقوم عامل ايه؟ اقوم اقف جنبه واساعده وما اتخلاش عنه. تمام. اهو ادي الايبان اتكتب والموضوع سهل جدا وبسيط. تمام. انا بس قبل ما اكتب البيانات بتاعتي كلها وقبل ما اعمل عملية ربط الحساب، انا قلت بس اوريكم الحاجتين دول، ان احنا ممكن نخش لفتح الحساب البنكي عن طريق حاجتين، يا اما اكتب جنب الشريط اللي فوق كلمة الاجراء وادخل، يا اما ادوس على الثلاث شرط واخش فين؟ على كلمة الدفعات. طيب خليكم معانا هنكتب البيانات ونرجع لكم ونوريكم الحساب بعد ما اتعمل. وهنا يا جماعة عملنا البيانات بتاعتنا وهندوس على ضبط طريقة دفع أساسية وندوس موافقين. بسم الله.
وبالفعل يا جماعة تم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله تم ربط الحساب البنكي زي ما احنا شايفين اهو. هنا بيقول لي أساسية، الحمد لله خلاص. وهنا لو عايز أضيف حساب جديد، حساب بنكي جديد، مفيش مشكلة أهو، تم والحمد لله. في نهاية حلقتنا النهاردة أتمنى أكون فدتكم بمعلومة، ولو عجب حضرتك الفيديو لا تنسى أن تدعو لنا بالذرية الصالحة. مش هقول لك اشترك في القناة، ولا هقول لك حط لايك، ولا الكلام ده كله، ولكن هقول لك لا تنسانا من صالح دعواتك، ولا تنسونا من دعوة لظهر الغيب. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الدنيا على محبته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.